بدأت خطوات التصعيد في العراق، وتجددت المواجهات بين المحتجين والقوات الأمنية مع الساعات القليلة لانتهاء المهلة التي أعطيت من قبل المتظاهرين للقوى السياسية بغية تسمية رئيس حكومة جديد. شفتوا الدم العراق الوقاع؟ هذا الدم العراق اللي حفظ ماي وجوهكم، ولو ماكو ماي بوجوهكم بعد هي نقطة وقعت. تتفرجون على الدم العراقي ولا واحد حش كلمة واحدة. مركز الاحتجاجات وسط العاصمة العراقية بغداد سجل توافدا كبيرا للمتظاهرين يتقدمهم طلبة الكليات والمعاهد. مدن أخرى في وسط وجنوب البلاد كانت على موعد مع تصعيد كبير، بل إن بعض المحافظات شهدت شلالا كاملا بعد أن أغلق المحتجين العديد من الطرق والجسور. احنا ثوار مو مظاهرين، ونبقى الثوار صامتين لحد ما سقط الحكومة كلها، مو عادل عبد المهدي وسائرون الكل. سياسيا لم تظهر حتى الساعة أي بوادر لانفراج هذه الأزمة مع مرور شهر كامل على انتهاء المهلة الدستورية باختيار شخصية تتولى تشكيل الحكومة المقبلة. المرحلة المقبلة سيكون مربك وارتباك حقيقي على المستوى الاقتصادي وعلى المستوى السياسي، لربما يؤثر سلبا على المستوى الأمني. في هذا الوقت ما تزال الأحزاب السياسية في العراق متمسكة بضرورة أن تكون هي من يتصدر المشهد في البلاد، وأن لا يفرض عليهم أي مطلب من قبل المحتجين. بالنسبة للمحتجين في العراق فإن السلطة السياسية بكل مكوناتها فاقدة للتمثيل، بل هي متهمة من قبلهم بترحيل مسألة تشكيل الحكومة المقبلة إلى موعد آخر وتسويف مطالبهم التي تظاهروا من أجلها منذ 4 أشهر. من العاصمة العراقية بغداد، محمد فاضل، الغد.